قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خوتي رسالة وحدة تونسية يلزم توصل للكامل الجزائريين ويلزم توصل ثاني الكامل الأفارقة، راهو يحذر فيهم ويقولهم بلي الجزائر راهي ماهيش كيما تونس، الجزائر ما عندهاش اللعب. يا خوتي اتغوا على الفيديو هذا باللايكات تاعكم لتحت، خلي اللايك تاعك ما راك خاسر والو، وما تنساوش حاجة في التعليقات خليوا له تعليق مليح لهذا التونسي. وثاني كاين حاجة يا خوتي، افتخروا دائما بجزائريتكم، افتخر بجزائريتك خويا، لازم من الاخر راح نهبلكم بها هذه. كيما على بالكم يا خوتي دركا كاين واحد الحملة كبيرة من قبل الأفارقة وين غزاو تونس غزاو المغرب، لكن الجزائر ما قدروش، لكن الجزائر حاولوا ولكن ما قدروش. علاش؟ لأنه داو الترايح من عند الجيش الوطني الشعبي، من عند التوارق الجزائريين، من عند الشعب الجزائري، من الأخر ما كانش يعني إفريقي خلط فينا. هذه هي، احنا مخدومين كيما هكذا الجزائريين منرفين. يا خوتي ما لخرج لهم تونسي قالهم يا الأفارقة قلت لكم ما تخلطوش في الجزائريين، انتم ما فهمتوش ومدوا لكم الصقلة وعطاوكم الكف وكعشا كاين. نروح نشوفوا الفيديو هذا كيف كيف يا خوتي، شوفوا. السلام عليكم. البارح انا حبت فيديو وحطيت فيه العالم نتاع الجزائر وقلت لكم ما تدخلوش الجزائر راهي بلاد رجال، اخي هاكم دخلتوا لها. شكرا يا خويا التونسي، هذه تحية ليك من قناة ميديا ديزاد، وكامل الجزائريين على بالي راهم يوجهوا لك تحية. يا اخي ضربوكم الامن والشعب، انا نبهت عليكم قلت لكم راهي خط احمر الجزائر، انتم ما دخلتوا، يدبر روسكم ماكم ضربوكم. نتفرج في الفيديو كيفاش يضربوا فيكم، وانا نقول ماني نبهت عليكم، انا بعثت لكم فيديو البارح. يا مش غير انت اللي نبهتهم، الافارقه اللي راهم عايشين هنايا في الجزائر ونبهوهم وقالوا لهم ما كان له تدخلوا الجزائر، ما كان له تسيوا زهركم في الجزائر، لانه الجزائر ماهيش كيما تونس وماهيش كيما المغرب. مانيش نحكي على الدوله الجزائريه فقط، وانما حتى مكونات الشعب الجزائري. احنا يا خوتي باش وصلنا لهذه المرحله اللي رانا فيها الان عدينا على بزاف صوالح يا خوتي، الثوره العشوريه يا ودي كلش. ما تسمعوش الكلام، قلت لكم راهي خط احمر، وقلت لكم واندو تري وفيفا الجيري، يلا غالب قلت لكم بتريح هكاك تستاهلوا، اما خساره تونس ما زلتوا فيها. ان شاء الله مام تونس يخرجوا منها، وان شاء الله مام التوانسة يفيقوا باللي هادو الافارقه ما يفهموش بالمظاهرات، انه هادو الافارقه ما يفهموش بالسلميه. يلزم على كل تونسي انه يعري على ذراعه ويروح يخرج الافريقي من بلاده، هذه هي باش يخرجوا من عندكم. الان يا خاوتي نصوتيو لوحد الفيديو، لوحد الفيديو عجبني بزاف بزاف بزاف. اسمعوا التونسي كي يتكلم عن دفاع الجزائري عن وطنه، كي يتكلم انه اذا تعلق الامر بالوطن كيفاش يتحول الجزائري. اسمعوا خاوتي مليح. وقت يبدا الخير موجود ويعرف زاده انه الوطنيه ومحبته للجزائر ما يحطهاش في مزاد السوق النفطيه، ما يخليهاش تتاثر بما يقع في المطابخ الاوبك وغيرها من معناها معاملات لا تخفى غاياتها واهدافها على احد. الجزائر اليوم تبقى بلاد وحده عاشت ما يسمى بكذبة الربيع العربي، وعرفت الوجيعة وقدمت الضحايا 250 ألف، وخسرت عدد كبير من كفاءاتها. كان يحكي عليهم بكري حسن اللي هاجروا لأوروبا، حكي على المهندسين إعلاميين مفكرين مثقفين أطباء. لا أنسى أبدا أني نهار قابلت زوز جزائرية كوب الأطباء في السنوات 95 يخدموا في مصحة في تونس ب 400,000 كل واحد، وهما اطباء اختصاص، لانه الحاجه وقت راكم تشوفوا يا خوتي باللي صح الجزائريين فوتوا، جزائريين فوتوا تاع الصح. تما سي بورسا قلت لكم انه احنا ما تكوناش كذاك فقط، هذه العقليه تاعنا ما جاتش كذاك فقط، ناس مسالمين وكلش وعاطفيين وقلوبنا بيضاء، لكن اللي خلط في الجزائر خط احمر شريكي تدافعتهم. دونك الجزائريه اليوم يعرفوا أكثر من أي شعب آخر أنه باش نعمل بها الزيادة إذا باش نخسر بها البلاد. هذه الجزائري وهذه الجزائر اللي نحبوها تحافظ على تمسكها، وإذا عندها خلافات تحلها بالطرق
اللي معناها متنجم كان تقدم بالجزائر. الجزيري المعروف بالنيف ومعروف بالشجاعة ومعروف زادة بالقلب الكبير، كل تقابل جزيري في الجزائر ولا خارج الجزائر تلقى الجزائر في قلبه. إذا حبيت نحكيه ونحيي الشعب هذايا، وديما ذكر الجزائر أنا نرتفو بصفة ما أدراك من الجزائر، لأنه تاريخها وحضرها ما ينجم يكون كان كبير إذا الجزيرية يفهموا قيمة المرحلة الهامة اللي قاعدين يعيشوا فيها، وما يخلوش بلادهم مفتوحة لرياح الأعداء ولرياح الفتن. وما كانش اللي خلط في بلادنا من الاخر، على بالي الفيديو هذا وقيل من جوايه انه كي كنا يا خوتي في المظاهرات وكذا خرج هذا التونسي وقال لهم بالجزائريين بالفعل ما راحش يدخلوا في مشاكل، والجزائريين ما همش يعني اللي يخليوا بلادهم تروح للهاويه، وبالفعل صرا وش قال هذا التونسي. باش نختم بحكايه قديمه شويه لكن تعطيكش معناها العقليه الجزائريه، وانه كل جزائري هو شهيد حي كل ما تعلق الامر بالدفاع عن الجزائر. هاي الهدره يا خالتي. تسمعني مريم، اسمعوني الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا. عام 57 1957 جات شاحنه جايه من يوغوسلافيا هبطت لمصر ودخلت ليبيا معبيه بالسلاح نتاع الديسيا اللي طيح الطيارات، وكانت تنبك الثوره في الجزائر. الحال رمضان، الدنيا صيف، وصلت الحافله البنقردان مع المغرب بالضبط. الحافله دخلت والصغيرات يجريوا، السائق عطشان صايم داس وليد قتلوا. فبطبيعه الحال قامت القيامه وخرجوا اهالي بنقردان وقالوا باش ننتقموا منه، يقتلنا صغيرنا. الراجل ترعب خاف عادي، قال لهم انا قابل انكم تنتقموا مني وتقتصوا مني وتقتلوني، حاجه بركه نطلبها منكم، شوفوا لي شفور يوصل الكاميون هذايا لثوار الجزائر راهو فيه سلاح. وقعد مع العائله وحكى معاه. سمعت ام الوليد الحكايه قامت بسته، قالت له توا انا تبرعت بولدي للجزائر، ولدي شهيد من شهداء الجزائر. تعشى شرب كاس الماء وهز الكاميون نتاعه الله يا خوتي قصه كمل ثنيته للجزائر. وقت يوصل للجزائر في 57 بك المدافع هذيك طيحوا بعض الطيارات الفرنساويه، وبعد فرنسا انتقمت من تونس وكانت الضربه تاع سقيط سيدي يوسف. دونك هذه الجزائر، هذه جزائر الساحقات الماحقات كما يقول النشيد الرسمي والوطني نتاع الجزائر. والله شكرا من القلب على هذا الكلام، كلام كبير بزاف في الجزائر يا خواتي، كلام كبير بزاف في الشعب الجزائري والدولة الجزائرية بكل مكوناتها، جيشا شعبا حكومة كل مكون لهذا الوطن الغالي. راهو جهل هذا التونسي تحية، والجهل كلام يعني في الصميم. شكرا يا خاوتي. كما شفتوا التوانسة راهم يقولوا لكم يا الأفارقة الجزائريين راهم همش تعاكم على بالكم يا الأفارقة، الجزائريين ما عندهمش التمسخير، الجزائريين ما كان لها تخلطوا فيهم. اسمعوا لهم ماذا بكم تسمعوا لهم مليح مليح، لانه لو كان تخلطوا فينا راح تشوفوا الوجه اللي ما راناش حابين نعتوه لكم. المهم يا خوتي، تحيا الجزائر دائما وابدا، تحيا الجزائر دائما وابدا، وتحيا الجزائر دائما وابدا. السلام عليكم. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.